دكتور كريستين توصلت لاكتشاف استخدام سم الحشرات النارية لشفاء الإدمان، لأن سمهم فيه مواد مضادة لها قدرة شفائية ومناعية لما تحقنها بالمخ، وبنعرف من خلالها مكان الإدمان، وبنخلي المخ عضو منتج لكل المواد المناعية اللي بتكشف عن الإدمان، وبعد كده هنشيل الإدمان جراحيا والمريض يخف. وحطت حالة بتجرب عليها في آلة اسمها فينتوس، هتعمل طفرة علمية لأول مرة في علاج الإدمان وبدون آثار جانبية كمان، ولكن لاحظت إن المواد المناعية دي بتتكاثر في شكل عملية بناء ضوئي في جسم الإنسان، وبتتكون في شكل طفل ممكن يتولد، والحالة بتاعتها حامل في المواد دي، وهتخلف طفل مصنوع من مضادات الإدمان وسم الحشرات النارية، وقلبه بيدق كمان، وإحنا قدام معجزة كبيرة لخلق حياة جديدة، كل ده قدام ابنها برايان. بعد 20 سنة الدكتور كريستين ماتت في عمر 66 سنة، عملت الملاذ المقدس للأمل للعلاج من الإدمان زمان، وقفلته من سنة لما اتلسعت من حشرة نارية كانت بتعمل عليها تجارب، وبعد كفاح 10 سنين للمرض ماتت، والأطباء بيقولوا إنها موتة طبيعية، وراحت لجنة تحقيق للملاذ المقدس لأنهم جالهم شكوى بالقيام بالتجارب غير آدمية على البشر هناك. ابنها كبر وحياته بقت بائسة وبعيد عن أمه من فترة طويلة، يخش عليه سايمون أخوي صحيه ورسالة ليه من هيملي المسؤول عن الملاذ المقدس بعد ما أمه ماتت، وتقول له إنه بقى ملكه خلاص، ويقول له سايمون هنعمل فريق تحقيق ونشوف يمكن نلاقي حاجة تكسبنا الذهب هناك. حالات اختفاء كتيرة جدا بتحصل فيه، وكل ما هو موجود هو الحشرات النارية. بيوصلوا اخيرا بفريقهم وبيقابلوا شستر اللي هيساعدهم، ويقول لهم انا موجود هنا عشان الفلوس بس، وياريت نخلص بسرعة. وتوصل المهندسة بتاعتهم فيكي، كانت حبيبة رايان زمان بس سابوا بعض، هي كملت في الهندسة وهو ساب الطب، ويكملوا في طريقهم لكشف اسرار الملاذ المقدس. اشبه بالكنيسه، مبنى قديم وتاريخي، ويقول لهم شستر ما يغركوش شكله، الناس بتشتكي منه كتير بحجه سماعهم اصوات صراخ منه كتير بالليل. وتوصل هيلمي وتستقبلهم، التدفئه بس شغاله اما الكهرباء لا، فبيقرر شستر يروح يصلحها. وفي حاجه غريبه جدا بخصوص هيلمي، وتقول لهم رغم كبر حجم الملاذ المقدس ولكن بعض الناس بتعتبره انه اكثر الاماكن رعبا، البعض قال انه هيتهدم بس مش هنعرف نعمل كده الا بتصريح من وريث الدكتور كريستين، وهو انت يا رايان. لقوا المكان ده زمان عن طريق رهبان سابوه، وبعت الفاتيكان حملة لترميمه، ولاحظوا ان الرهبان كلهم اختفوا فجأة فقرروا يبيعوه. وفي نهاية القرن جاء الدكتور كريستين وحولته المركز لعلاج الادمان. تقول كيم لسايمون لازم تقنع اخوك بسرعة انه يبيع المكان ده او يهده ويبني مكانه حاجة مفيدة حسب خطتنا. يقول لها احنا ممكن نعمل اي حاجة بالمساحة دي كلها، فندق او حتى مطعم كبير او حتى كازينو، اهم حاجة نقنع رايان الاول. ويلاحظ ان شبكة التليفون وقع وفي حد مراقبهم، عمال شستر يدور على كابينة الكهرباء ويلاقي لوكاس حشرة نارية، رغم ان الشتاء مش شهرها المفضل والمفروض تكون في سبات، مستغربين ازاي لسه صاحية. واليابانيين كانوا بيعتقدوا ان الحشرات النارية رمز الارواح الموتى وبيسموها هيتوداما. ويقول لوكاس حلو، لما بنموت بنتحول لحشرة، ويجي يلمسها تجري بسرعة وطير بعيد لأوضة ضلمة ويلاقوها اختفت، ويسمع رايان صوت هوا من ورا الباب، فده دليل ان في حاجة وراه، ويلاقي مكان غريب ويروح يبص عليه، يلاقي فيه كمية سلالم كتيرة جدا بتنزل لتحت مسافة كبيرة، ولقى شستر كابينة الكهرباء ويشغلها ويحس بصوت غريب وراه، ولما يبص دخان يحصره والحشرات تخلص عليه. ينزل رايان والباقيين تحت على السلالم اللي ما بتخلصش، يلاقوا اخيرا اوضه غريبه وسلالم تاني، واكنه قبو المصنع بيت تحت البيت، والمكان ده مش عارفه عنه هيملي اي حاجه، وبتقول لهم انتوا واثقين انكم عايزين تكملوا، وتاخد ريتا لوكاس ويسيبوا الجماعه وياخدوا حبايه فيتامين، ويلاحظ الجماعه اختفاء لوكاس وريتا، ولكن يكملوا طريقهم، يلاقوا معمل غريب اكن العمليات اللي كانت بتحصل على المدمنين كانت بتتم هنا، وحزام ربط ليهم اكنهم كانوا بيتعذبوا بالضبط. ويقول رايان لما بنعمل عملية المريض لازم يكون واخد بنج، وشكلهم ما كانش بيحصل عليهم تجارب، دول كانوا بيتعذبوا. ويلاحظ لوكاس وريتا حد مراقبهم، ويلاقوها الحشرات النارية، ويقول لها اكيد دي هلوسة بسبب الحباية، ويجري وراها بسرعة، تلاقي ريتا طفلة صغيرة قاعدة بسكوت وطفلة كبيرة ورا لوكاس.
لما تيجي ريتا تقرب عليها تلاقي شكلها غريب، ويلاقي رايان صور لجثث معمول ليها عمليات غريبة اكنهم بيزرعوا فيها حاجة، ويفتكر رايان اللي كانت بتعمله امه في المرضى لما كان صغير، ويلاقوا ملف باسم المضيف الاول حصلت عليه تجارب غير مشروعة، ورايان مش فاكر اي حاجة عنهم. يقول سايمون لازم نولع في المكان ده حالا. تقول فيكي يمكن يكون حد اجرها بعد كريستين وهو اللي عمل التجارب دي مش هي، واكيد ده كان جزار، ويقرروا يهربوا فورا بس شكلهم اتأخروا. يجري بسرعة لوكاس وريتا من الاطفال الغريبة، ولما يجوا يرجعوا تلاقي كيم الباب اتقفل عليهم، يفتكروا انه مقلب من لوكاس، وهو مع ريتا بيلاقي بيموت لوكاس، وتلاقي كيم حد ميت بره، وتجري بسرعة تقع في حفرة ومش شايفة حاجة لان الدنيا ضلمة. تقعد ريتا تدور على لوكاس، يحاصرها المشوهين ويقتلوها مع لوكاس. يقرر ينزل سايمون ينقذ مراته كيم، يقع ويلاقي مخرج منور يفتحه، وممكن تكون دي وسيلة خروجهم خصوصا ان الباب اتقفل عليهم. وتقول هيملي ده نفق صيانة بيودي على الدور الارضي بس مش عارفة شغال ولا لا، ويقول له رايان روح اكتشف، ولو ما لقيتش حاجة نص ساعة ونتقابل هنا تاني. يقعد يمشي، تقول له كيم انا شفت جثة تشستر اللي انت جبته يساعدنا، وفي حاجة مرعبة جدا حصلت هنا. يقول لها ما تخوفينيش اكتر وهنخرج من هنا. يلاقوا آلة التعذيب فينتوس اللي عملتها امه لعلاج الادمان، ويقول مش عارف امي عملت ايه هنا بس ليه انا برضو مش عارف. وتقول فيك الهيملي انها حاولت تخلف من رايان بس فشلت وانفصلوا. وبيدور سايمون وكيم يلاقوا اقفاص كتيره جدا بتاعه حيوانات، واكيد كانوا بيعملوا اختبارات عليهم ولا كانوا بيحبسوا البشر هنا. التوتر سيطر عليهم، ويلاقي رايان ملفات تاني وصور اشعه بزرع طفل مشوه في جسم المضيف، وهو ده اللي نتج عن سم الحشرات الناريه. تلاقي كيم وش غريب في البطرمانات، ولما تنادي سايمون تلاقيه اختفى، ويلاقوا رساله ان دكتور كريستين لقت ان الادمان بسبب سم الحشرات الناريه اتفاعلوا مع بعض في كائن حي مستقل خرجوه من جسم المضيف بدون ضرر ليه، وبينهم علاقة قوية. الكهرباء بتقعد ترعش، ولما يجروا بسرعة يهربوا المشوهين يخطفوا هيملي، ويلاقي سايمون فتحة انفاق تانية، وكيم خايفة جدا، ولما يجي يدخل تقول له انها خايفة وتتردد. خطف، ويحاول سايمون ينقذها ويفشل. وتلاقي فيك رسالة مكتوبة على الحيطة، لكل من اتى ولم يستطع الخروج هيكون المكان ده بيتهم الوحيد. وسايمون حاسس بالندم على خسارة مراته، ويلاقي الحشرات قدامه ويجري وراها، ويلاقي رايان اللي اقفاص اكنها سراير للاطفال المشوهين، ويلاقي سايمون طفلة بريئة وياخدها معاه ويقولها ما تخافيش هنقذك. فجأة القفص يقفل على رايان ويفصل بينه وما بين فيكي، يحاول يخرج ما يعرفش، وسايمون ماشي مع الطفلة المشوهين يحصروه ويموتوه. تلاقي فيكي جثة غريبة، ولما تبص عليها تطلع بتاعة كيم. المشوهين يخطفوا فيكي ولازم يكمل الطريق لوحده، ويلاقي جثة كيم وجثة اخو سايمون ميتين. يوصل لغرفة الاطفال وتسجيل تاني لامه ان ممكن المضيف يموت عن طريق الكائن اللي في بطنه، بس التجربة نجحت بولادة اول مخلوق من سم الحشرات النارية والادمان، بس فيهم صفة الوحشية شوية. ويلاقي رايان حبيبته فيكي محطوطة في آلة فينتوس والمشوهين حواليه، يهجموا عليه. تدخل هيملي وتطلع هي المتناسل الاول، وهي ام المشوهين اللي ام رايان عملت عليها التجارب، يعتذر ليها على اللي امه عملته فيها، بس لازم تحرر فيكي لانها ملهاش ذنب. تقول ما ينفعش، كلكم شفتوا عيالي ولو خرجتوا هتبلغوا عنهم وهيهدوا المبنى، فلازم كلكم تموتوا هنا. وهي ما قتلتش حد، بس عيالها متوحشين وكانوا جعانين فقتلوا اصحابكم. وبعدين فيكي كانت بتحلم تخلف طفل وانا حقق لها حلمها، وانت صغير شفتني بعاني وما جيتش حتى تنقذني، ولكن فضلت ان انت تهرب. يقول لها وانا في كل ليله كنت بحلم بيكي، ويهجم عليها ويقتلها. وبما ان المشوهين مرتبطين بيها فيموتوا هم كمان، ويهربوا بسرعة، وتحول المشوهين لحشرات وفقدوا قدراتهم ودخلوا في سبات تاني. بعد الحادثة دي نجح رايان اخيرا انه يصلح من نفسه ويكون اسرة ويعيش حياة سعيدة مع فيكي وابنهم الجديد، ناسي الماضي بتاع امه وبيحلم بمستقبل مشرق.